بعدم تواجد الفرسة هنالي شهزاد، ندعو الطالبة نوال بن يزة لتتواجد. فرسان القرآن، زملائي
القرآن، حاملات القرآن، زملاء الطلبة، زميلات الطالبات، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. ها نحن اليوم معكم هنا واليوم لنحيي ذكرى عيد الطالب 19 ماي 1956، وقد تعلم أن تكون هذه المناسبة فرصة لنري صلة الرباط بين القرآن والطالب الجامعي. الشهادة لن تجعل منا أحسن الجزء. عبارة كان وقوعها على المستقبل الفرنسي الراشد أشد من طلقات الرصاص من أفواه البنات الدرام والشريس. عبارة حملها بيان إضراب الطرف التي دعا له الاتحاد العام لطلبة المسلمين، وتبنته كل التنظيمات الفاعلة في الوسط الطلابي، والذي بدأ في 19 ماي 1956، وشارك فيه جل الفئات الطلابية، حيث شمل الإضراب توقف الطلبة عن الدروس وانخراطهم في الطلبة. واعتبر هذا الإضراب خطوة مفصلية في النضال الطلابي الذي اتجه أخيرا للعمل المسلح لمساعدة الشعب الجزائري في تلك المرحلة الحساسة، لاعتباره واجبا وطنيا، وليؤكد على دعم الطلبة الجامعيين والثانويين في الداخل والخارج في الطلبة المسلحة، والتي ادعت فرنسا عبر إعلامها المطلق على أنها مجرد أعمال إرهابية معزولة تقودها شركة من قطاع الطرق الخارجيين عن القانون. وأكد الكثير من المحاضرين المختصين في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية أن إضراب 19 ماي 1956 شكل عاطفة من روافد الثورة التحريرية بعد تلك نوفمبر 1954، حيث أثبت للمستعمر أن الطلبة الجزائريين ينتمون إلى هذا الشعب النبيل، وأنهم على أتم الاستعداد للتضحية بأنفسهم ومكاسبهم في سبيل نيل الحرية والاستقلال، وأن الشهادة في سبيل الله عندهم أهم من الشهادة العلمية، وهو ما تمكن لدى فرنسا بعد اتحاد رائع طلاب عبد الحميد بن باديس بالكفاح المسلح، والتحاق كتائب من النخبة بالجبال واستشهاد الكثير منه تحت التعبير أو في ليالي الوطن. وبعد ذلك لقد أولت الدولة الجزائرية بعد الاستقلال عناية خاصة بالعلم وبطلبه وبطلبته، فأقرت مجالية التعليم في مختلف أطواره ومراحله من أجل بناء فرد جزائري متعلم قادر على حمل راية البناء والتشييد، وجعلت من إضراب الطلبة في 19 ماي 1956 يوماً خالداً في تاريخ الذاكرة الجماعية للدولة الجزائرية، كما فتحت الباب واسعاً على إسرائيل للطلبة للمشاركة في الحياة الجامعية من خلال اعتماد التنظيمات الطلابية، لا سيما بعد أحداث أكتوبر 1988 واتخاذها شريكاً اجتماعياً بعيداً عن الممارسات السياسية والحزبية والمصالح الشخصية والفئوية الضيقة، لتعبر عن مشاكل الطلبة واهتماماتهم وتطلعاتهم، وليشكل القاطرة الأمامية لتطور البلاد وتنميتها باعتبار رأس المال الأهم استثمارها، إذ يشمل عنصرين بشريين مهمين ألا هما الشباب والعلم. لقد تأبى الطلبة الجزائريون عبر مختلف المحطات التاريخية والمفصلية في تاريخ البلد على المشاركة بفعالية كبيرة في تدعيم روح الوطنية أو كسر المقابلات التي تستهدف البلاد، أو وقت الفتن في مهدها قبل انتشارها واستفحالها. فقد لعب الطلبة دورا بارزا ومهما في العشرية السوداء من خلال بث الوعي والتحلي بروح الوطنية الصادقة عبر دعوات المصالحة الوطنية وعدم الانصياف وراء الأفكار المتخلفة الدخيلة عن المجتمع الجزائري المسلم، فكانت في كثير من الأحيان ضحية تحمله لمسؤوليته الوطنية والمجتمعية، كما كان الطالب الجزائري حاضر بقوة وفعالية في الحراك الوطني المبارك الذي انطلق يوم 22 فبراير 2019، فكان في خطاب أهداف متناغمة مع مطالب الشعب باعتباره يمثل شريحة واسعة من أبنائه، فكان يخرج للتظاهر بانتظام محافظا على وعيه وسلميته وروحه الوطنية العالية، مصرا على المشاركة الفعالة في رسم الجزائر الجديدة. ولقد بوأ السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للطالب الجزائري مكان المرقوم المرموق الذي هو قريب بها، فأكد في الكثير من المناسبات أن الدولة تولي عناية فائقة
وتسخر الإمكانات اللازمة من أجل دعم استثمار في رأس المال البشري المؤهل لقيادة سفينة التنمية التي طرأت في البلاد، والعهد القائم هو من أهم مقومات هذا الاستثمار. كما لدى الكثير من الطلبة الدور المعروف بهم بفعالية واحترافية في التصدي لوباء كورونا كوفيد 19 المستجد، كل حسب تخصصه وإمكاناته، والكثير منهم انخرطوا في جمعيات المجتمع المدني ليقفوا في صفوف الأولى لمجابهة انتشار الفيروس في البلاد والعالم. كما انخرط السواد الآخر منهم في برنامج الوزارة الوصية القادم في مواصلة التعليم عن بعد في منصة مودل. ورغم الوصول الصعوبات وقلة الإمكانات لدى الكثيرين والذين نأمل منهم بذل قصارى جهد لإنجاح السنة الجامعية الجارية في أحسن الظروف، خاصة بعد الاستقرار التي عرفته الجامعة وتعرفه منذ تنصيب الأستاذ أخضر جريك مديرا لجامعة الشرق. وبناء عليه فإن الجامعة الجزائرية عموما وجامعة حسيبة القرى الشرق خصوصا تهيئ بأخوات الطالبات وإخوان الطالبات أن يكونوا في مستوى تطلعات الدولة، وذلك بأن يتحلوا بأخلاق الحسنة الفاضلة أولا، ثم الجد والحرص على العلوم والمعارف ثانيا، وفي ذلك التوجه لإتقان أكثر لغة ولا سيما اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العلم التي تؤهلهم إلى إبراز أعمالهم العلمية وتوثيق إبداعاتهم في مختلف المحافل العلمية الدولية، كل ذلك في ظل مبادئ الهوية الوطنية وبيئة ثورة نوفمبر المجيدة. كما تحثوا على الانخراط بقوة في كل البرامج الوطنية الموجهة لها بالدرجة الأولى على غرار فرض التجارب إنشاء مؤسسات ناشئة في إطار الحاضنات وطور المتطوعية ومكتب رغد الجامعة مع محيط اتصال الاجتماعي وغيره. عاشت الجزائر حرة مستقلة، الوجد والخلود لشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قال ان الشعب الجزائري تحت يا رب هذا وهذا
الفهم بارك الله فيه من الالتفاته الصبحيه والقرانيه فهذا صار لي انا عاده لما نشوف امسيه قرانيه نروح في الليل اليوم ما تعطيش البارح الاستاذ اللي صباح يقولوا لك دي امسيه فكنت يهم لي في الليل وطلبه وكذا ولكن جميل جدا يعني انه تكون مع صباح والناس تعبت وتتكلم ان شاء الله من يوم الليل كان ان شاء الله نعمل تقرير بسيط بعد ان صاحب الدعوه اللي كان ممكن يكون معنا اليوم نديره في المسجد ان شاء الله الشيخ عبد الهادي في المسجد نديره نشر الصلاه لانه شباب هؤلاء اللي هم طلبه في الجامعه ما شاء الله راهو يحتفى بهم يحتفى بهم لاعتبارين الاعتبار الاول لنا هما مصابيح نحن نفرح بهم ما شاء الله واحد من سيناء واحد من بيض والاخ مين ومرداس والاخ ومرداس ما شاء الله كيش كل زي الشيخ الامام تاعنا حاضر من تفازا فجميل جدا انه الشعب الجزائري الكل يفرح بهم شفتوا متابع شاشة التلفاز والعائلة وهذاك تاع بيض اللي يجي من دبي يستقبل في الكورتاج والمطار يستقبل الوزير هذا شيء مهم جدا مش غير المسؤولين الشعب العادي وقت ما يسمعوا بيك تقول ولاد الشعب يخرجوا يرحبوا بيك في الشارع لانه انتم بالنسبه لنا تاج تاج الوقار في المقابل تاج الوقار بالنسبه لنا في المقابل راح نحمل لكم واحد المسؤوليه كبيره لذلك هذه المسؤوليه خلاتكم الجهود تلقوا الدعوه لانه انتم القدوه حامل القرآن هو القدوه ما يروحش الدعوه ما تقاطع وما ذا يحضر وما ذا يبلغ وما ذا يقرا القران الكريم يقرا عليه اسمعه من غيري فهو على اعتبارين اعتبار تشريف واعتبار تكبير ربي ان شاء الله يقدره ويجعله في ذلك المستوى ان شاء الله فقلت هل الاحتفاء بهم هو الاصل الاحتفاء بكلام الله والا مثلا تاثيره الموحد ما قلت ما شاء الله كنت تبعني في اليوتيوب كي خرجت ولا فيسبوك كتاب الصفحه تاعك واحد التلاوه رائعه جدا في مسجد القيم ولا في جاكيت عشتها تلاوة جميلة جدا خاشعة سمعتها تلاوة تاع وقت اللي قرات الله يبارك ما شاء الله بتشرف ما شاء الله فالشعب الجزائري كله احتفى بكم فرح وهذه من حسنات مؤسسة التلفزة وحب من حسنات من زن هذه السنة وتعرفوا أبناء الجزائر كي يخرجوا برا في كل ميادين ما تكلموش فقط على الغناء على الطرب ولو كرة القدم يا ولد الجزائر كي يخرجوا يديروا حاجة معز وغيره ولكن ولكن مش انا معز كيما غير بلاي معز اصلا شي وليد او ما يعرفوش مش فقط المغنيين اللي يروحوا يدير اسم عالمي ولا لاعب كرة سمعت الدكتور تومي يقول في اليوتيوب كتب الدكتور تومي في الناس في امريكا مخترع اسرع رمو في العالم سمعت تلاوه تاعو يحكي لي هو قال لي كنا نحضر الجلسات تاع هيئه كبار الدكاتره انتم الجلسه العلميه اللي ديروها تاع الاساتذه كيما ديروا هو يريد ان اصل الفائده الخطوبه من المدير فيحكي لي قال لي جلسه عمل ما بين الدكاتره الباحثين واحد اقترح قال له شو يكون نتبرك برجل الكنيسه يجي يقرا عنا شويه من التوراه قال جابوه قال يقول يسوع يقول خاطئ فقط على الكلام فقال لي اقترحت عليهم انتم مش رايكم تعرفوا شويه القران تاع المسلمين قال شويه القران شوف لما القران الكريم يقراه من يعيش شنو يتاجر به القران الكريم اللي يقرا يعيش به ويجسده في ارض الواقع سمعت المرة في تفسير ليحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وكانك لأول مرة تسمع هذا الآية ليحكمنكم من توكيد الشم كان أول مرة تسمع هذا الآية لما فسرنا وفارق النور وقلنا احنا فيها من كل زوجين اثنين علم آخر أنا أعطته في مسجد المحاضرة فقال لي أعطينا الله يبارك اشترطوا عليه شرط انه
لقد أنت الطبيب والطبيبة اللي رايح تقرأ ميدان الطب وتقرأ القرآن الكريم. لقد أنت الهندسة، أنت الفلاحة، أنت الزراعة، أنت الفضاء. مش يخترعون الغرب اختراعهم صحيح يدير القرآن الكريم. يبه من هو من قلت لك وعلى مقليسة مسكين ونحن. سمع سبيل ضيعت عن أمري. باش يجيب نتيجة أنه وتيني وزيتون فائدة طبية. أن الأرض كروية. أن القمر منازل. حقول هذا ممكن أنت كمسلم. صحيح مسلم قد قامر نهار. من عرفش أو للأسف الشديد افتوني. باللي لا يجوز دراسة العلوم غير الشريعة حتى لازم نقرا الشريعة. تجهيل باسم الدين. راح تكون فتاوى. تجهيل باسم الإسلام. لا يجوز طالبة تقرا الطب فيها اختلاف. تقول قلتك وانت ديهزة. لا يجوز أن تقرا مش عارف الرياضيات والفيزياء والتنجيم. لا أقرأ. حال الله يمكن ينجا. أنا متأجل واحد اللي يحفظ فيه اللي جاب الباب 17 شريعة. مش استهتار بالشريعة. لا. بصح 17 جابها. كارت في الرياضيات. يروح الرياضيات تحت القرآن الكريم. بعدين في القرآن الكريم استغل العلم تاعك. أعطينا النظريات الموجودة في القرآن الكريم اللي تتعلق بالحساب والهندسة والكيمياء والعلوم الأرض وعلوم الكون وغيرها. هذا الذي أريده. 17 فصل. طفلة ما شاء الله ناجحة والله الفتوى لا عشتها هنا 99 الفتوى رائجة لا يجوز ما تروحيش للطب ما تروحيش الهندسة ما تروحيش كذا إما بدرجة اختلاط وين تروح تروح الشريعة هو قاعد تكون إمامات اللي قاعد تكون إمامات شوية نوروا فا إن شاء الله نعمل إن شاء الله تكون خمسية صبحية قرآنية ناجحة غيرنا طبعاً يا شباب غيرنا حضير اليوم ولازم يسمعوا كل ليلة والله فرصة سعيد جدا بالنوال اللي معكم ولو ضيق الوقت لا نستمتع معكم ولكن إن شاء الله تكون اليوم معنا نديروا أمسية في الليل تواصلوا مع الأستاذ إن شاء الله نتحدث الحضور بارك الله بارك الله فيكم شاكرين لكم أنا أقول لكم حاجة فقط ما يهمكمش الحضور بما يفضل ما يهمك الرسالة تحت أيوة سنين الشيخ محمد الله يرحمه على جلاله في قبره لكن يدير نص يحضره ثلاثة أربعة يقول له الشيخ كذا قال والله نقول لك الحجة تعتيم وفتحة وبلغ هذه رسالة عربي لكن ما نعرف رسالة بالبوخ طيب في فرصة إلى في فرصة أستاذ شكرا جزيلا أنا ممكن نسمع راح تبدأ تلاوة نسمع شوية تلاوة وننسحب وننصرف ومعذرة الأساتذة الكرام الله يجزيكم بخير شاكرين لكم بالمناسبة إدارة الجامعة مشكورة أنها تفتح مجال هذا النوع طيب بارك ما شاء الله معك شوية قوي شوية شكرا مشكورك مديرنا مدير الشؤون الدينية والأوقاف على هذه الكلمات شرفتمونا بالحضور والكلمة نرحب بالقادمين من بعيد مرحبا بك شهر هذا ومرحبا كل بالاب الكريم ايضا نرحب بمن التحق حاليا اذا ننتقل الان لبدايه فعاليات هذا اليوم يوم التاسع عشر من ماي 1956 الذي يحيي ذكراه اليوم بفيديو لعله يصف ويجسد معنى ورسالة هذا اليوم تستحضر الجزائر مباشرة إلى تلاوة عابرة يتلوها على مسامعنا القارئ عبد العزيز حين من ولاية المسيلة لنرى ما في جعبتنا صلوا على رسول الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا لعظيم الشرف دعوتموني لهذه الأمسية أو الغيلولة اللي قرأنا به ربي إن شاء الله يحفظكم ويبارك فيكم. كما أخبرت الأخت معكم الأخوة في الله العزيز الصحيح بولاية تمثيلة سنة الشارع والقانون متحصل على تاج القرآن لطبعة 11 وأيضا متحصل على مؤذن تاج القرآن ومتحصل على قارئ ولاية تمثيلة سنة 2020 متحصل على قارئ الجامعة لسنة 2020 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا لا تمدن عينيك
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم قال ومن يقنط
كثير رجاءً. شكراً. الله أكبر على الصوت والطمأنينة وجمالية الأداء. إذاً بعد أمين سالم ننتقل إلى أستاذنا الأستاذ نور الدين الرحماني لإلقائه خطاباً علينا ونرى ما في حوزتنا حال الأستاذ. إذاً أستاذ نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء وعلى كل من سار على نهجه المهتدى واهتفى. وبعد، أيها الأخوة أيتها الأخوات، أحييكم جميعا بتحية ألف الناس عادة أما والله إنها لعبادة ألا وهي الصلاة. فسلام الله جميعا عليكم جميعا ورحمته وبركاته. طبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا آمين يا رب العالمين. بداية أشكر هذا التجمع المبارك على هذه المبادرة الطيبة، ونشكر رئيسنا على الاستضافة. نشكركم جميعا على حفاوة الاستقبال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثمن هذه الجهود وأن يبارك هذه الأعمال آمين يا رب العالمين. هذه المناسبة أقيمت بسبب مناسبة ويوم وطني ألا وهو يوم أقال. وأيضا هذه المناسبة يعني يحضرها خير شباب الجزائر وهم حفظة كتاب الله. فالحديث إن شاء الله سيكون أولا عن العلم وعن فضله، وثانيا عن القرآن الكريم وعن فضل حامل القرآن الكريم، ثم عن شيء يجمع بينهما هو المقصد ألا وهو الأخلاق. فنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بالمحور الأول. قال ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: حديث الذي لا يخفى على شريك علمكم: من سلك طريقا يبتغي، من سلك طريقا يعني يبتغي طريقا إلى العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال في هذا الحديث الطويل: وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وذكر أيضا أن كل شيء في هذا الكون إلا ويسبح لطالب العلم ويستغفر له، عفوا يستغفر له رضا بما يسمع، حتى الحيتان في البحر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. ولله ذر حجة الإسلام أبي حامد الغزالي حيث قال: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه قدر كما تحسنه. ولذلك قالوا: ليس للجاهل في الناس أو بين الناس معنى، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لفضل لأهل العلم أعداء، فهز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وحينما ذكر أن قدر كل امرئ ما يحسنه، يذكرون قصة جميلة طريفة تذكر في هذا المقام. في مرة من المرات خرج ملك وبجنده وخدمه وحشمه، فعرسوا في مكان. فمن عرس في مكان يعني حينما يعني يعترضهم الليل هكذا يقيمون في بقعة من البقع ويميحون رواحلهم ويبيتون بها. هذا هو التعريس، شيء إقامة العرس. قد تجدون هذه اللفظة في الكتب فربما تشكل عليه. عرسوا في مكان ونصب الخيام، ودخل الملك ووزيره الخيمة وأخذ
معهم كذلك إذ استأذن عليه شخص فأذن له الملك بالدخول. فقال له يا سيدي أود أن تجعل لي يعني شيئا من المال. فسأله الملك أسئلة. قال له الملك هل تحفظ القرآن؟ قال لا. قال وهل تحفظ شعر العرب؟ قال لا. قال هل تعرف تاريخهم؟ قال لا. أخذ يطرح عليه أسئلة ليرى ما يحوي هذا الرجل يعني له شيء من التخصصات العلمية ولكن لم يجد له أي تخصص. فحينها قال لوزيره اكشف الستار عن الشطرنج واشرح في اللعب فإنه لا يوجد معنا أحد. فالشاهد أن الوزير أو الملك لم يعتبر ذلك الشخص مع أنه كان موجودا ولكنه لم يعتبره لأن الأصل أو قيمة وقدرك ما تملك من العلم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون بفضل لأهل العلم أعداؤه. والإنذيري رحمه الله تعالى في قصيدته المعروفة المشهورة التي يحفظها كثير من طلبة العلم يقول أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما أي سيدا مطاعا إن نهيت وإن أمرت. هو العبد المهند يعني السيد ليس يد تصيب به مقاتل من أردت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ظلمت. ثم يقول لنا القصيدة طويلة وقد شرحناها عند أحد شيوخنا كاملة يقول لا جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بول فرق ستعلمه إذا أن تطهرت. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه وقل يا محمد وقل ربي زدني علما. لم يقل منهم استزادة من شيء إلا من شيء واحد وهو العلم. حتى ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر يعني لطيفة يقول شوف سبحان الله حتى الكلب المعلم والكلب غير المعلم بينهما فرق. فالكلب المعلم انتبه هذا يسيد به لما تسلو قصصيه فإن فريسته تؤكل تسمي عليه الله وتؤكل فريسته. أما الكلب غير المعلم يمشي بدبل فريسته لا تؤكل إنما تعتبر جيدا. ففرق الله سبحانه وتعالى حتى بين الحيوانات اللي عنده علم واللي ما عندوش علم. ربنا سبحانه وتعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أكيد لا يستويان. والأمم تزدهر تتطور وتواكب الدول المتقدمة والمتحضرة بالعلم. ولذا أنتم تعلمون ملك النبي هذا الرجل جبر هذا المفكر العظيم الذي يعني حقيقة ما استفدنا منه ولكن استفاد منه غيره. استفادت بعض الدول من فكره ومن خططه التي يعني خطها التي صهر من أجل تحصيلها استفادوا منه فيعني كانوا في الحضيض فأصبحوا يعني في القمم. من بين هذه الدول كما تعلمون ماليزيا وسنغافورة استفادوا من هذا الرجل العظيم. وفي بعض يعني مطروحات الدكتور يعني في الدول الخارج ليس هنا يعني عرفوا قيمة هذا الرجل وكانت دراسات مختلفة متنوعة حول هذه الشخصية الفذة حول هذه الشخصية العظيمة لكن نحن لا نعلم عنه إلا الاسم. فبالعلم تبنى الأمم ولكن عاقبة العلم العمل به. وهذه المقولة قيلت للإمام عبد الحميد بن بليز لما سافر إلى بلاد الحجاز قاصدا للحج فالتقى حينها بشيخه المنيسي
العلماء وقد مدحه ابن بشير ابراهيمي واثنى عليه وقال لما سافرت الى الحجاز لم اجد بها الا عالمين، عالم من الهند وعالم من تونس، ويقصد هذا الشيء. لما التقى به الامام ابن باريس عليه رحمه الله قال له يا شيخ اود ان امكث هنا وان اكون طالبا عندك، قال لا ارجع الى بلادك فانها تحت المستقبل الغاشم، وارجع وبث فيهم ما تعلمته من علم الزيتونه، وعليك ان يعني تجتهد وتنشر هذا العلم وتؤسس المدارس، لان عاقبه العلم العمل به. والإدير يقول فان اعطيت فيه طويل باع وقال الناس عنك قدر قصر، يعني اصبح يشار اليك بالبنان فلان عالم ما شاء الله قد نهى من العلم واصبح عالم، ايه هم بعد فائده؟ هل بلغت هذا العلم؟ هل عملت به؟ فان اعطيت فيه طويل باع، طويل باع الباع هنا كنايه عن يعني وفره العلم، وقال الناس عنك قدر قصر، قال فلا الناس قال الله عنه بتوبيخه علمت فهل عملت؟ الحديث عن العلم والعمل به حديث ذو شجون طويل عليه. ولذلك الخلاصه اننا اذا تعلمنا شيئا يجب ان نطبقه ويجب ان نبلغه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتم الجمه الله بلجم من نار يوم القيامه. انا دائما اقول للطلبه لو ان شيوخنا اوقفوا ما تعلموا اوقفوهم عنده لما وصل اليه، فاياك حذر ان يتوقف أن تتوقف هذه المعلومة عندك. إياك وبلغها وبجل وعظم من علمك إياها. الإمام مالك رحمه الله تعالى كما حدثنا بهذه القصة شيخنا الجلالي الشقيقي قال لنا أن الإمام مالك كان يجلس بقربه بجنبه الأيمن أرجل من البدر، ورجل لا يقرأ عليه آخر طالب العلم، ولكن كان يجلسه بقربه بجنبه ويعظمه ويمدحه دائما قبل ان يشرع في الدرس. فسئل عن سبب ذلك قال هذا علمني معلومه واحده. وما هي؟ قال علمني علامه البلوغ الكلم كرمه الله. معلومه واحده. واعتبره شيئا له، لذلك الامام مالك يقول درس عن 900 شيخ. 900 شيخ هذا كان اللي اخذ منه معلومه واحده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا احترام شيوخنا. المحور الثاني الحديث عن القرآن. القرآن يقول الإمام الشافعي بن إسحاق المتوفى سنة 400، يقول كل العلوم ما سوى القرآن مشغلته، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسوس الشياطين. وهنا يجب أن ننبه على مفهوم الخائف يدور ويجول بين العوام خاصة، وهو أن العلم الشرعي يحصر في العلم بالكتاب والسنة. هذا خطأ، لأن العلم الشرعي هو كل ما ينفعك في دينك ودنياك، كما كان يعني يتحدث المدير بشؤون الدينية سابقا وقد صدق فيما قال. فعلم الطب هو علم شرعي، وقد كان أسلافنا خاصة علماء الأندلسون تعلمون هذا جيدا، كان أسلافنا يدرسون حينما يحفظون القرآن، كان أول ما يبدأون به هو حفظ القرآن الكريم وحفظ السنة، ثم ينتقلون إلى علوم الدنيا بدءا بعلم الطب والهندسة والكيمياء وغيرها من العلوم التي تقدمهم في دنياهم، وقالوا كل هذا يعتبر علما شرعيا، إلا أن على رأس هذه الفنون وهذه العلوم العلم بمضامين بكتاب الله وبمضمون كتاب الله، وهذا ما قصده الامام الشافعي. فضل القران وفضل حامل القران عظيم. يكفيك ما قاله ربنا سبحانه وتعالى فيه ثم اضفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير جلاله. وما قاله ايضا ربنا سبحانه وتعالى ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تنتهوا ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. وما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخرين.
يقال لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورقة لوليتان وارتي فإن منزلتك عند آخر آية أقرأها. وما قاله عليه الصلاة والسلام إن لله أمين من الناس وأمين ملحق بجمع مذكر السالم. قال من هم يا رسول الله؟ قال أهل الله أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. تخيل أنت من عائلة تعبد سبحانه وتعالى من أهل تعبد سبحانه وتعالى عظيم. ويلبس والديه يلبس من قبل الله سبحانه وتعالى تاج الوقار ضوء اكثر واعظم من ضوء الشمس في الدنيا. فما بالكم بالذي يعمل فما بالكم بالذي يحفظ ويعمل به يعمل به بالقران الكريم. احاديث كثيره بل ان الامام النووي في كتابه التبيان في اداب حمله القران ذكر من جمله ما ذكر في فضله حمل القران قوله تعالى والظل العظيم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال وحمل القران من شعائر الله سبحان الله. وقال ايضا ومن يعظم حرمات الله ايضا قال حامل القران من حرمات الله. لذلك قال ليس منا قالوا ايضا ان من اجلال الله اكرام الشيبه وحامل القران غير الغالب فيه ولا الجافع عنه. الكلام عن العلم وعن القرآن كثير وطويل ومتشعب، وأنا أرى أن هذا الموضوع موضوع من الأهمية بمكانه، ويجب بين الفينة والأخرى أن يذكر طلبة العلم به، ثم علينا أن نركز أكثر عن مقصد طلب العلم، وعن مقصد حفظ القرآن. وهو العمل بهما والتخلق بأخلاقهما. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه ابن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول الفخر الرازي وحمل القرآن الذي يعلمه قال هذا حاز على الفخرين أو الفضلين عفوا. الفضل الأول فضل قاصر نفع نفسه، والفضل الثاني أنه نفع غيره، والثاني أعظم من الأول لأن النفع المتعدي أعظم من النفع القاصر، وهو داخل في جملة قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال بل هو أحسن ممن دعا إلى الله. هذه النقطة تكتب إن شاء الله لم يحفظ لم أتحدث فيه وأنا من الخوف هدي وقت شويه. نعم المقصد الاعظم مقاصد كثيره لطلب العلم ولحفظ القران، ولكن اعظم مقصد هو التخلق بمضمون العلم وبمضمون القران الكريم. عندما سئلت ام عائشه عن خلق النبي قالت كان خلقه القران، اي كان قران يمشي بين الناس. فوالله لو ان حامل القران اخلص في حفظه للقران واخلص في طلبه للعلم وقصد من ذلك خدمه نفسه، الامام مالك يعمق يعني مطلوب من العلم موصول من درجات العلم قال طلبت العلم لارفع الجهل عن نفسي، طلبت العلم لارفع الجهل عن نفسي. فكان الامام مالك امام دار الهجره امام الدنيا. ثم اقصد بذلك نفع الامه نفع الأمة وتكون يعني وتكون في ذلك أعظم نصر وأعظم معلم حتى وإن كنت يعني ذا فقر وذا فقر ومن عينة القوم لا يثنيك ذلك عن مقصدك ولا يثنيك ذلك عن الهدف الأسمى وهو تبليغ هذا العلم. أكثر علماء هذه الأمة عاشوا فقراء، وقرأوا إن شئتم كتاب صفحات من صدر العلماء لعبد الفتاح أبو غدة، تقرؤون العجب العجاب فيه، حتى ذكر قولا فيه نكتة، قال بين الفقه والفقر، الفقه والفقر قال متلازما، قال يذكر بيت ونسك ذلك البيت المهم المرء منتعب هو أن الفقر قال أراه التقى 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 التقى
فقط. الفقر اجتمعت طرفاه فصار فقها. وكأن الفقه والعلم عموما، ان الفقه هو مطلق الفهم ملازم الفقه. لست ادعو الى ان يكون طالب العلم فقير، لا بالعكس، بل اذا وجدت سبيلا لان تكون غنيا فذلك احسن، حتى تكون عفيفا وحتى لا تتكلف الناس. دائما مقصدي هو ان لا تطلب العلم من اجل المال ومن اجل الدنيا، والله لو طالبته من اجل الله ومن اجل رفع الجهل عن هذه الامه ومن اجل نشر الخير لكفاك الله سبحانه وتعالى المؤنى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم وان يسدد خطانا وخطاكم. واجدد شكري لهذا التجمع ولرئيسه واعضائه وكل ما ساهم فيه. نسال ولكم ايضا شكرا على الاصغاء والاستماع. شكرا استاذنا على هذه الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أخوكم في الله ومحبكم فيه عبد الكريم بن حسان بولاية البيات. سعيد جدا بتواجدي بينكم اليوم في هذه الجامعة المباركة، في هذا التجمع المبارك، في هذه الولاية المباركة المحبة للقرآن وأهله. وشاكرا لكم على هذه الاستضافة، وشاكرا لكم لأن جمعتمونا بهذه الوجوه النيرة وبشيخنا رئيس هيئة إقراء ولاية البازر وخيرة قراء الجزائر بشيخنا الحبيب شيخ طارق عبد العزيز السحيم والقارئ أبي سالم والقارئ بلال حفص بلال الكريم عفوا والقارئ نور بنيزة والقارئ شهرزاد الهلالي. ونقول لكم بارك الله فيكم وسدد خطاكم، وسأقرأ إن شاء الله عليكم آيات ما تيسر من سورة آل عمران برواية واشنطن عن نافع من طريق الأصبهاني طريق الأصبهاني. فاستمعوا للقرآن وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إني وضعتها أمي
من الصالحين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتصحيح فقط الاسم بلال كريم.
يعني أتشرف أني من عائلة كريم بن قاسم عليه رحمة الله، وسعيد بتواجدي أمام هذه الهبات، وعلى بركة الله أطلب من الحضور الكريم فقط أن يدعو لوالدي ولمشايخ على رأسهم الشيخ الدكتور عز الدين كشير والشيخ قاسم رابح والشيخ عبد الغني بوصول. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس.
الله. الشكر موصول للمهدي العطاف الحنون الذي هو معي
اذا شكرا لكم جميعا. Love.